بسم الله الرحمن الرحيم. يؤكد المجلس التنسيقي للنقابات والاتحادات المهنية والقطاعية في دولة فلسطين على ضرورة تأجيل تنفيذ وسريان القرار بقانون رقم 19 لعام 2016 لحين الاستجابة وتحقيق المطالب التي طالب بها والتعديلات التي تقدمت بها النقابات المهنية والقطاعية. وعطفا على البيانات السابقة المتعلقة بالموضوع، نعلن تعليق عضوية النقابات المهنية في مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي. كما تدعو النقابات المهنية والاتحادات جميع منتسبيها لعدم التسجيل في الضمان لحين استكمال تنفيذ المطالب. ونؤكد بأن الضمان الاجتماعي العادل هو مطلب أصيل للنقابات المهنية تسعى إليه منذ عقود، وتأكيدا على مصالح الهيئات العامة للنقابات المهنية والقطاعية هي جزء أصيل من مصالح الشعب الفلسطيني، تدعو النقابات المهنية والاتحادات أعضاؤها إلى المشاركة بالفعاليات التي تهدف إلى تحقيق المطالب المتعلقة بتعديل القانون قبل التنفيذ.